يقول السائل: ما حكم من يبيع كتب المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؟ لا يجوز بيع الكتب التي فيها ضلال وفيها انحراف، بل يجب إتلافها. الكتب التي فيها ضلال وانحراف وزندقة يجب إتلافها، لأنها من وسائل الفساد للعقيدة والدين. أما إذا كانت كتب لأهل العلم وفيها بعض الأخطاء، فيها بعض الأخطاء اليسيرة، فلا مانع من بيعها. أما كتب أهل الزندقة وكتب أهل الإلحاد فلا يجوز بيعها، بل يجب إتلافها. فالأخطاء تختلف، الأخطاء التي في الكتب تختلف. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.